السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة الكرخ العلوم، كلية التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم الجيوفيزياء، محاضرات علم الزلازل الهندسي Engineering Seismology للمرحلة الرابعة، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020. أعزائي الطلبة، المحاضرة الأولى بالEngineering Seismology تتضمن تعريف أو مدخل إلى علم الإنجينيرينج سايزمولوجي. إنجينيرينج سايزمولوجي is the study of seismology as related to engineering. إذن علم الزلازل الهندسي هو دراسة علم الزلازل بالشكل الذي يخدم أو يصب في الهندسة. ومصطلح الهندسة هنا هو مصطلح كبير، حيث يضم الهندسة المدنية وهندسة المناجم وهندسة النفط وغيرها من فروع الهندسة الأخرى. This involves the understanding the source, the size and the mechanism of earthquakes, how the ground motion propagates from the source to the site, of the engineering importance, the characteristics of ground motion at the site and how the ground motion is evaluated for engineering design. هذا يتضمن المعرفة أو فهم المصدر الزلزالي وحجمه وميكانيكية الحدوث الزلازل، وأيضا الحركات الأرضية المصاحبة لها والاهتزازات التي تتقدم من المصدر إلى الموقع الهندسي الذي يشكل أهمية في هذه الدراسة. أيضا الصفات للاهتزازات الأرضية التي تحصل أو الـ ground motion أو الحركات الأرضية اللي تحدث في الموقع الهندسي، وأيضا كيفية تقييمها أو تخمينها لغرض وضع تصميم هندسي مناسب أو ملائم مقاوم لتلك الزلازل. This subject is therefore related to the hazard of earthquakes. ولهذا فإن هذا الموضوع يكون من شأنه أنه يدرس المخاطر التي تحدث في أثناء حدوث الزلزال. The seismic hazard at a site can't be controlled. It can only be assessed. المخاطر اللي يكون مصاحبة للزلازل لا يمكن التحكم بها، وإنما يمكن فقط أن نخمنها أو نقدرها في الموقع قبل حدوثها. In the same context، وفي نفس المضمار، يوجد مصطلح آخر يدعى بالearthquake engineering أو هندسة الزلازل. Is the subject of analysis and design of structures to resist the stress caused by earthquake or ground motion. إذن هذا الموضوع اللي هو هندسة الزلازل هو يتناول التحليلات والفحوصات وأيضا وضع التصاميم للهياكل الهندسية التي تقاوم الجهود أو الإجهادات اللي تسببها حركات الأرضية اللي تكون مصاحبة للزلازل. Resisting the stress imply either resisting without failure or yielding to the stress gracefully without collapse. إذن التصميم اللي يكون مقاوم لتلك الجهود أو الضغوطات أو القوى اللي مسببة للجهود هي اللي تكون تصاميم تحافظ عليها من الانهيار، أيضا تحافظ عليها أو تحافظ على هيكلها بشكل أساسي من الانهيار أثناء حدوث الزلزال. This subject is related to the vulnerability of built structures to seismic ground motion. وهذا يتعلق بمدى ضعف الهيكل اللي يكون أثناء حدوث الزلزال أو أثناء حدوث الحركة الزلزالية. المصطلح الـ vulnerability هو مقصود بها الضعف
او المقصود بالاخفاق اللي الموجود في البنايه او في هيكل البنايه واللي يجب انه تكون مقاومه للزلزال اللي يحدث تجنبا للخسائر اللي الماديه والبشريه اللي تحصل. The vulnerability is controlled by the design. شلون نقدر نتلافى الاخفاق او الضعف اللي موجود بهيكل البنايه؟ من خلال وضع التصميم الهندسي الصحيح والمناسب المقاوم للحركات الارضيه المصاحبه للزلازل. The decision to control the vulnerability of a structure is based on the economics of the situation and on the judgment about the acceptable risk to the community. إذن القرار لغرض التحكم بالضعف واللي يتم عن طريق التحكم بوضع تصميم مناسب لغرض تفادي الخسائر الاقتصادية وأيضا لغرض تفادي الخطر المجتمعي الذي ممكن أن تسببه أضرار الزلازل على البناية والسكان اللي أهليها. لاحظ الفقر شكل رقم واحد. الشكل رقم واحد هو عبارة عن flow chart يوضح لي العمليات اللي يجب أن تجرى أو يقوم بها مهندس الزلازل والمهندس لغرض توقي الأضرار اللي ممكن أن تحصل على البنايات بسبب حدوث الزلزال في المستقبل. فإنجينيرينج سايزمولوجي and earthquake engineering اللي وضحناهن. الإنجينيرينج سايزمولوجي هو إنه علم الزلازل الهندسي اللي ندرس الزلزال وصفاته لغرض لأغراض هندسية. والإيرثكويك إنجينيرينج إنه ندرس كيفية وضع تصميم هندسي مؤهل مقاوم يكون مقاوم للزلازل ذات حجم معين واللي تتكرر حدوثها خلال فترة معينة. فطبعا تبدي العمليات بإدخال الداتا الانبوت داتا اللي هي الزلازل اللي تحصل بالمنطقة والإنجينيرينج سايزمولوجي دراسة علم الزلازل الهندسي واللي يتمثل بدراسة موقع حدوث الزلزال وقدرته وحجمه وشدته وأيضا السورس سايز ميكانيزم ترافل باث واللوكال جيولوجي أيضا حجم المصدر الزلزالي والميكانيكية تحرك الموجات الزلزالية ومساراتها وأيضا الجيولوجيا المحلية للمنطقة اللي موجود بها المنشأ الهندسي intensity ground motion acceleration spectrum طيف التعجيل للحركة الأرضية اللي تكون وشدتها اللي تكون ناتجة عن الزلزال attenuation of ground motion والتوهين اللي يصاحب الاهتزازات الأرضية أو الحركات الأرضية أيضا عندنا الهازارد أناليسيز اللي هو التحليل المخاطر الناتجة عن الزلزال والزونز انكودز وأيضا كيفية تنطيق المنطقة إلى أنطقة توضح الخطر الزلزالي اعتمادا على أماكن حصول الزلازل وقدرتها أيضا بشكل آخر أو بترند آخر ندرس الميثودز اوف اناليسيز اند ديزاين بالنسبة للإنجينيرينج الأرثكويك إنجينيرينج ندرس الطرق للتحليل وأيضا التيست المختبري اللي ممكن نستخدمه ولغرض وضع التصاميم الهندسية المقاومة للزلازل اللي هي الأرثكويك إنجينيرينج ونسوي فد ماثماتيكال موديلينج أيضا موديل رياضي يوضح درجة مقاومة البناية أو الهيكل الهندسي للزلزال الحاصل وأيضا نسوي analysis تحليل وأيضا نسوي elastic non-linear اللي هو الغير خطي المرونة اللا خطية
للتصرف في الموجات الزلزالية بالنسبة للهندس بالنسبة للمنشأ الهندسي، ونسوي موديل تيستينج، يعني نسوي الموديل ونسوي له فحص، يعني نعرضه إلى اهتزاز، وأيضا ندرس الـ vulnerability studies اللي هي دراسات تتعلق بالإخفاقات في أو الضعف اللي موجود بالمنشأ الهندسي أو الهيكل الهندسي لدرجة مقاومته للزلزال، وأخيرا design codes اللي هي الكودات الخاصة بالتصاميم المقاومة للزلازل. إذا أيضا يتم دراسة بعد هذا يتم دراسة الـ consequences of failure اللي هي العواقب بعد انهيار البناية في حالة حدوث الزلزال لا سمح الله، وأيضا دراسة الخسائر التي تحصل في الأرواح والخسائر المادية، وأيضا الخسائر اللي تحصل بالخدمات بعد حدوث الزلزال لا سمح الله، وأيضا نسوي في التحليل للمخاطر الزلزالية، وأيضا تحليل ودراسة أخيرا هي دراسة اقتصادية تتعلق بالإنشورنس بزنس أو التأمين الخاص بتلك الأبنية، ومن حيث المادة ومن حيث البشر اللي يستخدم هذه البناية. ويمكن أنه نختصر كل هذه هذا السكيم كله والخطوات مالته كلها، نختصرها بأنه الريسك اللي هو الخطر الكلي الناتج عن الزلازل يساوي لي الهازارد مضروب في الفولنربيلتي مضروب في الفاليو، فولنربيلتي مضروب في الفاليو. وهسه نجي نفصل هذه المصطلحات، نقول therefore the assessment of a seismic risk is based on the seismic hazard, the vulnerability, and the value of loss. إذن لذلك يقول أنه تقييم الخطر الزلزالي الكلي سوف يعتمد على seismic hazard الخطر الزلزالي والvulnerability اللي هي الضعف أو الإخفاق اللي يحصل في الموجود في الهيكل الهندسي، and the value of loss اللي مقصود بها شنو هي القيمة أو قيمة الخسارة التي تحدث من حيث المادة أو الخسارة البشرية لا سمح الله. This is expressed by the relation risk equals hazard اللي قلناه مضروب في vulnerability ومضروب في value. فهنا معرف يقول value may be taken in the sense of cost of replacement and yearly problem of insurance business. As it referred to Vufonia 1982. إذن القيمة أو الفاليو هي تمثل لي مقدار الخسارة اللي تحصل في الثمن أو الكلفة في استبدال هذا المنشأ الهندسي، أو ممكن أنه يكون بحالة دفع نفقات التأمين الخاصة في لهذه البناية وما يحتويها من خدمات. وأيضا في نفس هذا المضمار in this context نتكلم عن seismic hazard اللي هو هنا موجود بالفقرة الأولى بعد اللي يساوي من المعادلة. شو نعرف seismic hazard؟ نعرف انه is defined as the probability of occurrence of a ground motion of a given size within a given period of time at the site of interest. إنه يمثل هو احتمالية حدوث الزلزال أو الاهتزاز الناتج أو الحركة الأرضية اللي يكون بقدرة معينة بقدرة محددة خلال فترة زمنية محددة within a given period of time في المكان الموجود فيه أو الموقع الموجود فيه المنشأ الهندسي. و this will depend on the possible sources of earthquakes within a reasonable distance of the site and the seismic activity of these sources in relation to the size and time. هذا سيعتمد seismic hazard يعتمد على
المصادر الموجودة للزلازل ومدى قربها من موقع الهندسي للمنشأ الهندسي، وأيضا على السايزميك اكتيفيتي الفعالية الزلزالية خلال فترة معينة. من حيث هذه الفعالية الزلزالية شنو نقيمها؟ نقيمها بمقدار الحجم، هل هي زلازل ذات قدرة كبيرة أم قليلة، وأيضا الوقت اللي هي فترة تكرارها أو حصولها كل فترة، مثلا كل 5 سنوات أو كل 10 سنوات إلى آخره. الفيلنربيليتي اللي هو الضعف أو الإخفاق اللي موجود بالمنشأ الهندسي اللي مقاوم للزلازل is a measure of probability of damage or lose. إذن هو قياس لمدى الضرر أو احتمالية الضرر أو الخسارة. خسارة لمن؟ للهيكل الهندسي، to the structure, to the which is caused by the ground motion of a given size. إذن هو مقياس لاحتمالية الضرر أو الفقدان أو الخسارة للمنشأ الهندسي الذي يتعرض إلى الاهتزاز الأرضي أو إلى الزلزال اللي يكون ذو قدرة معينة. Different structures have different vulnerability curves. Figure 2 expresses the concept schematically. إذن هياكل تكون مختلفة راح تمتلك شنو؟ إخفاقات أو مواطن ضعف مختلفة ويعبر عنها بمنحنيات، وكما موضح في الشكل رقم 2. هذا هو الشكل رقم 2. نشوف أنه عندنا فد هيكلين كل واحد يمتلك vulnerability أو إخفاق أو ضعف معين موجود به. فنشوف ومع منه مع الهازارد، الهازارد يكون ثابت، وأيضا عندنا عامل probability of occurrence اللي هو احتمالية الحدوث للزلزال خلال فترة محددة، وعندي ground motion. The narrow scope of engineering seismology includes its application to geotechnical site investigations for buildings and engineering infrastructures such as dams, levees, bridges and tunnels, landslides and active fault investigations. إذن نقول المنظور الضيق لتطبيق علم الزلازل الهندسي راح يتضمن تطبيق التحريات الجيوتكنيكية geotechnical site investigations الموقعية للبنايات أو المنشآت الهندسية والمنشآت الهندسية العملاقة اللي هي engineering infrastructures مثل الدامز، السدود، levees اللي هي السداد الصغيرة، والبريدجز اللي هي الجسور، tunnels عندنا الأنفاق، وأيضا دراسة الظواهر الأرضية اللي ممكن تسبب لي هذا الضعف اللي هو مثل عندنا landslides اللي هي الانجرافات الأرضية السطحية، وأيضا active fault investigations التحريات المتعلقة بالفوالق الفعالة. وعرفنا الفوالق الفعالة بالفصل الأول في درس السيزمولوجي، قلنا هي الفوالق اللي دائما يحدث فيها نشاط زلزالي نتيجة لتحرر الموجات الزلزالية. It's also include seismic microzonation to determine soil amplification and liquefaction susceptibility within a municipal area to estimate the earthquake risk. أيضا يتضمن هذا العلم الميكروزونيشن أو seismic microzonation، ولأنه نقسم المنطقة أو البلدة اللي عدنا بيها هذه المنشآت الهندسية إلى أنطقة زلزالية، توضح أماكن اللي تكون بيها القدرة وأيضا للزلازل اللي تحصل، وبالإضافة إلى القدرة الفترة اللي تحدث بيها أو فترة تكرار حدوثها والـ probability of occurrence، وأيضا دراسة
بظواهر السويل امبليفيكيشن والليكويفاكشن اللي هي انه التربه قد يكون لها قدره انه يحدث بها ظاهره التكبير او التميع اللي تنتج عن الزلازل في المنطقة البلدة اللي تحتوي على المنشآت الهندسية لغرض تقييم الخطر الزلزالي الناجم عنها. ف the broad scope of engineering هذا كان بالنسبة للنارو سكوب اللي هو المنظور الضيق في تطبيق الانجينيرينج سايزمولوجي. بالنسبة للمنظور الواسع في تطبيق الانجينيرينج سايزمولوجي, the broad scope of engineering seismology also includes its application to groundwater exploration, coal and mineral exploration, geothermal exploration, and investigations of historic buildings and archaeological sites. المنظور اللي أوسع في تطبيق علم الزلازل الهندسي يتضمن تطبيقه في الاستكشاف المياه الجوفية والفحم الحجري والمعادن وأيضا التحري الجيوحراري في باطن الأرض وأيضا التحري عن المنشآت التاريخية أو الآثارية أو المناطق الآثارية أو المواقع الآثارية ودرجة تأثرها بالزلازل. Seismic engineering is a discipline which aims to construct an infrastructure and building resistant to earthquake and similar phenomena impacts, and by this way to protect human lives and health and human property. إذا هندسة الزلازل هو فرع العلم الزلازل اللي يهدف إلى بناء منشآت هندسية أو هياكل هندسية تكون مقاومة للزلازل والظواهر الأخرى المرافقة لها أيضا, ومن خلال حماية أرواح السكان اللي يأهلون هذه البنايات أو المنشآت وأيضا الصحة العامة والممتلكات العامة للأشخاص. Seismic modeling of the soil column, الموديل الزلزالي لعمود التربة. In engineering seismology for site investigations required for civil engineering structures, we most commonly use Rayleigh waves and rarely Love waves dispersion curves to estimate the S wave velocity depth model for the soil column. إذا في علم الزلازل الهندسي التحريات اللي نجريها على الموقع اللي موجود بالمنشأ الهندسي أو الهيكل الهندسي المدني راح نستخدم منحنيات يسموه انتشار الموجات نوع S wave اللي S wave velocity depth model أو اللي هو يكون يستنتج من عنده الموديل الخاص ب تصرف سرعة الموجات الزلزالية القصية نوع S wave مع العمق والمشتقة من بشكل عمومي من الموجات السطحية نوع Rayleigh waves وبشكل أقل من الموجات الأخرى اللي هي Love waves. We use first arrival times associated with mostly refracted waves to estimate a P wave velocity depth model and shallow reflections to derive a seismic image for the near surface. إذا عندنا هنا محورين في بالتحريات الموقعية الهندسية. ناخذ الوصولات الأولية المتعلقة بالموجات المنكسرة لغرض بناء موديل خاص بتصرف سرعة الموجات الباطنية نوع P الكمبريشنال مع العمق, وأيضا المحور الثاني هو
الانعكاسات السطحية لغرض اشتقاق صورة زلزالية seismic image لما هو موجود بالقرب من سطح الأرض. إذن حتى نكون واضحين، عندنا صار عندنا كم محور؟ عندنا أول شيء الـ S wave velocity depth model اللي هو مال الموديل لتصرف الموجات السطحية العفو الباطنية نوع S اللي نشتقها من الرايلي ويفز زين مع العمق لغرض دراسة التغيرات الفيزيائية. أيضا عندنا الفيرست arrival تايمز للبي ويفز أيضا اللي هي نستفاد منها في إيجاد موديل العمق السرعي لتغير سرعة البي ويف مع العمق، وعندنا الشالو ريفلكشنز اللي هي انعكاسات السطحية لغرض رسم الصورة الزلزالية القرب سطحية. By using the velocity depth model and the seismic image, we delineate the geometry of the layers and faults within the soil column and the geometry of the soil bedrock interface. إذا من خلال استخدام موديل السرعة مع العمق وأيضا الصورة الزلزالية القرب سطحية يمكننا أن نحدد الامتداد الهندسي أو الشكل الهندسي للطبقات التحت السطحية والفوالق اللي موجودة في عمود التربة، والمقصود عمود التربة هو العمود اللي موجود بأساس البناية، وأيضا الشكل الهندسي للسطح أو الحد الفاصل ما بين البيدروكس اللي هي صخور الأساس وعمود التربة اللي يعلوها. The design and location of civil engineering structures at a project site require side from investigation of the site geology and geotechnical field and laboratory tests, knowledge of the soil column, shear wave velocity, and the geometry of the layers within the soil column and that of the soil bedrock interface. إذن لغرض تحديد التصميم المناسب والموقع المناسب للمنشأ الهندسي المدني لمنشأ معين أو لمشروع معين، يجب أن يكون هناك تحريات كاملة للسايت جيولوجي اللي هي مثل جيولوجيا الموقع، وأيضا الفحوصات الجيوتكنيكية والمختبرية المتعلقة بها لغرض أيضا دراسة معرفة التغير في سرعة الموجات القصية الشير ويفز خلال عمود التربة اللي موجود في منطقة الأساس للبناية، وأيضا معرفة طبيعة الحد الفاصل ما بين صخور الأساس اللي هي soil bedrocks وعمود التربة اللي يعلوها. We shall present case studies for seismic geotechnical and earthquake engineering site characterization. يجب أن نقدم بعض الكيس ستديز هي دراسات الحالة للوضع الزلزالي والجيوتكنيكي ومدى تأثير الزلازل على الصفات أو خصائص الموقع الهندسي. When gravity induced shear stress on a potential slip failure surface exceeds the shear resistance, then the soil mass above the slip surface moves downslope. إذا في حال إذا كان عندنا هناك انحدار في سطح التربة أو سطح الموقع اللي موجود، وراح يتولد عندنا يسموه الجرافيتي induced shear stress اللي هو الجهد المحتث من تأثير الجاذبية على المنشأ الهندسي. فاللي يحدث انه طبعا من يوصل الى حد معين انه هذا الجهد راح يسبب لي فيلر او ما يدعى بالسقوط او خلينا نقول
انحدار البناية أو تهدمها. شو وقت يحدث هذا؟ يحدث أنه من تكون عندي القوى اللي موجودة نتيجة لتأثير الجاذبية راح تتغلب على شنو؟ تتغلب على الشير ريزيستنس أو اللي هي المقاومة القصية، وبالتالي هذا يسبب إلى أنه كتلة التربة اللي موجودة فوق المنحدر أو سطح المنحدر راح تتحرك نحو أسفل المنحدر. This occurs or occurs when the slip surface composed of a clay layer is saturated by water as a result of heavy rainfall. من الحالات اللي تحدث بها هذه الحالة اللي وصفتها قبل قليل انه يصير عندنا slip surface اللي هو يكون سطح الانزلاق اللي غالبا ما يتألف من طبقات طينية او من صخور طينية تكون مشبعة بالمياه خلال فصل التساقط المطري الثقيل او زيادة التساقط المطري الheavy rainfall. The land mass may also be set into motion as a result of earthquake. كتلة الأرض هذه اللي موجودة فوق البيدروكس اللي هو الكويل اللي هو فوق السايل السايل كولوم اللي موجود فوق البيدروكس تكون تمثل لي land mass. هذه land mass إذا في حالة كون إنه عندي slipping surface اللي يكون عادة dipping اللي يكون مائل باتجاه معين راح يسبب لي motion حركة أو انزلاق نتيجة عند حدوث الزلزال Factors that control shear stress on the slip surface includes the volume of the soil mass above the slip surface, the dip of the slip surface and the magnitude of the earthquake. إذن العوامل اللي تأثر على جهد القصي في السطح المنحدر في الموقع الهندسي اللي يمتلك ماذا؟ يمتلك سطح منحدر تتضمن أولا حجم كتلة التربة اللي موجودة فوق هذا السطح المنحدر، ها رقم واحد. رقم اثنين درجة الميلان the dip of the slip surface، أيضا الميل إيش قد درجة الميل لهذا المنحدر. وثالثا the magnitude of the earthquake اللي هي قدرة الزلزال ودرجة خلينا نقول الاهتزاز الأرضي أثناء حدوث الزلزال. Active fault investigations are imperative for major infrastructures, nuclear power plants, refineries, tunnels and dams. بالنسبة لتحريات الفالق الفعال، وقلنا تحريات الفالق الفعال اللي فالق اللي تحدث به زلازل متكررة خلال فترات زمنية معينة وتكون بقدرة معينة، فهذه تكون مهمة. وين تكون مهمة؟ في المواقع اللي يكون فيها مؤهلة أو مقترحة لإنشاء infrastructures اللي هي المنشآت الهندسية major infrastructures تكون خلينا نقول نسميها منشآت هندسية عملاقة أو أساسية. مثل إيش؟ مثل عندنا النيوكلير باور بلانتس اللي هي مشاريع الطاقة النووية أو محطات الطاقة النووية، الريفاينريز، المصافي، التنلز، الأنفاق والدامز اللي هي السدود. An active fault is defined as a fault that has a history of a tectonic activity at least within the past several tens of thousands of years and will give rise to an earthquake in the future. إذن الفارق الفعال يمكن تعرفه أنه الفارق اللي يمتلك تاريخ ذو فعالية تكتونية أو زلزالية اللي تكون على الأقل ضمن التاريخ اللي هو عشرات الألوف من السنين and will give rise اللي يمكن أنه يعطينا زيادة في احتمالية أن يتكرر هذا الزلزال
في المستقبل. Faults and energy release, الفوالق وتحرر الطاقة. Earthquakes are the vibrations of ground caused by sudden release of strain energy stored in earth crust. إذن الزلازل هي عبارة عن اهتزازات تحدث في الأرض ناتجة عن التحرر المفاجئ لطاقة الإجهاد الكامنة داخل الصخور بعد أن تعرضت إلى قوى خلينا نقول تكتونية. Figure 3 shows that a schematic stress strain curve of structural material or crustal material and the part of the stored energy which is released as an earthquake. إذن الشكل 3 يبين لي فد منحني للجهد إجهاد، منحني جهد إجهاد الخاص بمادة صخور القشرة الأرضية والطاقة الكامنة المخزونة بها واللي تتحرر بشكل مفاجئ عند حدوث الزلزال. هذا هو الشكل رقم 3. نشوف العلاقة هي بين الستريس والسترين. عندي البي نوت هو نشير له إلى الفيلر ستريس، وعندي الانرجي نعبر عن هذا الشكل بالانرجي بيفور ذا ايرثكويك، يعني عندي طاقة كامنة بداخل الصخور قبل ما يحدث الزلزال، مقسومة على اوفر فوليوم الحجم لهذه الصخور يساوي لي 1/2 بي نوت سكوير على جي. والبي نوت هو الفيلر ستريس مثل ما قلت لكم، اللي هو جهد التحطم او جهد الانهيار، والجي كابيتال هي تمثل الشير موديولاس اللي اخذنا يعبر عنه بميو في محاضرات سابقة، واللامدا هي الستريس دروب فاكتور اللي هو عامل الانهيار او عامل الانخفاض بالجهد. فالمبدأ إلى أنه عندي صخور وهذه الصخور راح تتعرض إلى جهد، والجهد يولد لي طاقة كاملة بداخلها وتوصل إلى فد حد معينة، هذه الطاقة توصل إلى فد عتبة بعد ما تتحمل فالصخور وتنكسر، وهذا يسموه بالبرتل فيلر. ومن تنكسر الصخور شغلتين تصير عندي، أولا تتحرر الطاقة بشكل موجات زلزالية، والجزء وايضا والشغله الاخرى انه بعد الكسر تعود الماده الصخريه الى حالتها بدون ديفورميشن، كما انه لم تتعرض لاي قوى سابقه. فالسايزميك انرجي اوفر انرجي بيفور ايرثكويك ايكوالز 1 ماينس لامدا سكوير. والانرجي اوفر فوليوم هو عبارة عن شن هو؟ هو constant يساوي لي تقريبا 0.1 to 0.15 كيلو نيوتن على المتر سكوير. طبعا كل ما يكون عندي الزلزال bigger earthquake equals bigger volume equals larger area of fault ويساوي لي همين longer length of fault. كل ما يكون الزلزال أكبر كل ما يكون الحجم أكبر، وكل ما تكون المساحة للفالق أكبر، وأيضا كل ما يكون طول الفالق أكبر. This energy is released by the brittle failure on faults and is carried away by propagation of seismic waves. إذن هذه الطاقة اللي كانت كامنة داخل الصخور بعد تعرضها إلى الجهد الناتج عن الحركات التكتونية سيوصل إلى مرحلة تدعى بالبرتل فيلر اللي هو الانهيار الهش، وراح تنكسر وبالتالي تتحرر الطاقة بشكل موجات زلزالية تتقدم بعيدا عن مصدر تولدها. Since brittleness of the crustal material is an essential part for the sudden release of energy, earthquakes can happen only in the upper part of the earth crust. بما أنه الصخور الهشة
للقشرة الأرضية، هي تمثل لي، هي تكون الأساس في أو المصدر الأساس لتحرر الطاقة الزلزالية. غالبا ما تكون الزلازل اللي ناتجة عن تحرر طاقة زلزالية أو الموجات الزلزالية من البريتل روكس، هي تحدث في الجزء العلوي من القشرة أو صخور القشرة الأرضية، الجزء العلوي من صخور القشرة الأرضية. Most earthquakes, particularly the damaging ones، معظم الزلازل وعلى وجه التحديد اللي تسبب ضرر كبير، are of shallow origin، هي من أصل يكون ضحل وليس عميق. The deeper earthquakes happen in the subduct part of the crust before it melts in the heat of the mantle. في حين أنه الزلازل العميقة تحصل أين؟ تحصل في الجزء اللي يحدث فيه غور للصفيحة، قد تكون محيطية أسفل قارية أو محيطية أسفل محيطية، بحيث تصل إلى عمق إلى الجبة وتتكسر وترجع تنصهر مرة أخرى داخل الجبة أو صهير الجبة. The earthquakes gives rise to two kinds of ground movements. إذن الزلازل ستعطينا شكلين أساسيين من الحركات الأرضية أو الإزاحات الأرضية. الأول شن هو؟ Permanent displacement، اللي هي إزاحة دائمية at the fault and its virginity، هاي رقم واحد، اللي هي تكون إزاحة دائمية تكون على طول الفالق وتواجده. والنوع الثاني هي الترانزاينت ground motions، اللي هي الحركات الأرضية العابرة أو الوقتية، which result from the propagation of seismic waves away from the source، اللي تنتج عن حركة الموجات الزلزالية وتقدمها بعيدا عن المصدر الزلزالي. The elastic strain energy builds up on a fault which is held static by friction until the stress overcomes the strength and slip is initiated. إذن بالنسبة للطاقة الكامنة داخل الصخور نتيجة لإجهادها للجهد الناتج عن الحركات الأرضية، سوف يتنامى مسببا فالق أو عند الفالق، وبالتالي الفالق هو اللي محافظ على وضعيته. هو شنو هو؟ هي قوة الاحتكاك اللي موجودة بين الصخور أو بلوكات الصخور على جانبي الفالق. توصل مرحلة من هذا الإجهاد حتى أنه القوة تكون تتجاوز قوة الاحتكاك، وبالتالي راح يحدث عندي سليب أو انزلاق، وهذا الانزلاق يكون مصحوب بتحرر الموجات الزلزالية. Since nature favors an existing fault, finds it easier to break than a new one, the same faults move repeatedly in a successive earthquakes. بما أنه وجود الفوالق أصلا بالطبيعة هو واقع حال، إذن بهيجي حالة السليبينج أو الانزلاق اللي ناتج عن الطاقة الكامنة اللي راح تتجاوز طاقة الاحتكاك، راح يفضل انه يحدث بالمناطق اللي بها اصلا فوالق، والسبب هو انه يكون هي اسهل بالكسر، find it easier to break than the new one. زين، فبهيجي حالة معناها احنا عندنا الفالق هو اصلا exist، وبالتالي يكون هذا المكان هو اسهل للازاحة، وبالتالي يكون عندي يتولد بإزاحات متكررة خلال فترات زمنية محددة وبمقادير تقريبا ثابتة،
في نفس المكان، يعني the same faults move repeatedly in a successive earthquakes. يعني هنا عندي الفوالق ستتحرك بشكل متكرر، نفس الفالق راح يتكرر بشكل يتحرر بشكل متكرر بإيقاع متكرر من الزلازل. This doesn't mean that a new fault cannot ever be generated, and therefore, theoretically, no part of Earth is ever safe from earthquakes. لكن هذا ما يمنع حقيقة أنه ممكن أنه تتولد عندي ماذا؟ فوالق جديدة، فوالق جديدة لم تكن موجودة سابقا في بعض المناطق، وهذا الشيء ينطينا انطباع أو فكرة نظرية جديدة أنه لا يوجد جزء من الأرض أو منطقة من الأرض هي آمنة تماما من حدوث الزلازل. There are three basic types of fault movements as it's shown in figure 4. هناك ثلاث أنواع أساسية أو من الحركات، من حركات الفوالق، ثلاث أنواع أساسية من حركات الفوالق كما موضح في الشكل 4 هذا. فهذه هي شو تمثلي؟ تمثلي النورمال فولت والثراست فولت والسترايك سليب فولت موفمنتس، الحركات اللي تكون مرافقة للفالق الاعتيادي النورمال فولت، وللريفرست فولت أو المعكوس أو الثراست فولت، والفالق السترايك سليب فولت. This involves extensions, shortening, and lateral movements of the earth crust respectively. هذه تضمن الحركات التالية، أما تكون extension امتداد، أو تكون بالنسبة للnormal fault، أو تكون shortening اللي هو تقلص كما هو في حال thrust fault، أو تكون lateral جانبية كما هو في حال strike slip fault. Within a small geological time scale, the type of motion in a fault is observed to be the same in different earthquakes, thus creating geomorphologic features which can be identified. خلال وقت زمني جيولوجي قصير راح هذه الحركات اللي تصير بالفوالق تسبب لي إزاحات وتغير لي الشكل، تغير لي الشكل اللي يحصل طبعا subsurface والجيومورفولوجي ايضا اللي هو الهيئة الخارجية للطبقات الارضية، فتسبب لي انه قسم البلوكات تصعد وقسم البلوكات ينزل والاخر يتحرك بشكل جانبي بالنسبة لبعض الاخر، فيوضح لي يغير لي بالجيومتري او بالشكل الهندسي للصخور اللي موجودة ايضا. بالاضافة الى هذا يكون كل وحدة من هاي الحركات أو كل مرحلة من هاي الحركات يكون مرافق إلها ماذا؟ حدوث زلازل، تحدث في زلازل. أتمنى المحاضرة أن تكون وافية، وشكرا لإصغائكم.